بيان صحفي للحكومة الليبية بشأن مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد. قامت الحكومة الليبية منذ بداية ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق مع مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والذي أسفر عن صدور قرار للقائد العام رقم 127 لسنة 2020 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعضوية كل من وزير الصحة ووزير الداخلية بالحكومة الليبية ومدير عام مركز بنغازي الطبي، والتي انبثق منها لجان استشارية طبية وفرعية بالمناطق والمدن، وتم تدبير موارد مالية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، فسارعت اللجان بتجهيز وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بإصابات فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمجابهة هذه الجائحة وتفعيل دور المكاتب المراقبة الصحية وفرق الرصد والمتابعة، وفيما يلي ما تم تجهيزه من مستشفيات ومراكز طبية بالمدن والمناطق التي استهدفت من قبل الحكومة الليبية وفق البيانات الواردة من اللجان المشكلة وزارة الصحة. مدينة مساعد تم تفعيل نقطة الرقابة الحدودية ووضع جهاز PCR، كما تم تطوير مستشفى مساعد وتخصيص 12 سرير إيواء للحالات ذات الاشتباه بمدينة طبرق. أيضا مدينة طبرق تأسيس مركز للعزل السريري للحالات الموجبة بسعة 18 سرير عناية فائقة بملحقاتها و18 جهاز تنفس اصطناعي و60 سريرا للإيواء عادي. كما عملت وزارة الصحة بالحكومة الليبية بتدريب وتطوير العناصر الطبية والطبية المساعدة بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا. بلدية طبرق، نأتي لمدينة درنة. تم تأسيس مركز للعزل بالكامل بمنطقة الفتائح لحجر الحالات الموجبة الجبل الأخضر، إعادة وتجهيز مستشفى شحات للأمراض الصدرية ومده بالمعدات الطبية وأجهزة التنفس اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. مدينة بنغازي، جهزت الحكومة الليبية عن طريق وزارة الصحة مستشفى الهوال العام بسعة 32 سرير عناية فائقة بجميع ملحقاتها وأربعة أسرة عناية للأطفال ومئة سرير إيواء عادي، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية وكافة المستلزمات والأدوية اللازمة. تم تجهيز ما صحة الإرادة بمدينة بنغازي للحجر بسعة سريرية 60 سريرا، كما تم تجهيز برج الأمل بمركز بنغازي الطبي بسعة سريرية 150 سريرا، أيضا تجهيز قسم الكلى سابقا بمركز بنغازي الطبي بسعة 48 سريرا، كما تم تجهيز مراكز للعزل بالبلديات التالية. وأيضا تجهيز مراكز للعزل ببلدية جدابية، تجهيز مركز للعزل ببلدية السدرة، تجهيز مركز للعزل ببلدية الجفرة، تجهيز مركز للعزل ببلدية تازربو، تجهيز مركز للعزل ببلدية جالو، تجهيز مركز للعزل ببلدية الجفرة وأيضا ببلدية سبها والمدن المجاورة لها غات، القطرون، أم الأرانب وتراغن بمراكز عزل. المشاكل والعوائق التي تواجهها وزارة الصحة بالحكومة الليبية لتمكنها من العمل بأكمل وجه لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهي عزوف بعض العناصر الطبية للعمل داخل مراكز الحجر. أما في هذه المناسبة نشكر ونثني على الروح الوطنية للعناصر الطبية المساعدة التي باشرت العمل دون ملل أو كلل، كما أن شح عام في الموارد التشغيلية للمعامل الطبية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد تصل للجهات المختصة نسب منها حسب عدد الإصابات الشهرية عن طريق منظمة الصحة العالمية ووكلاء الشركات المعتمدين محليا. وننوه لكافة الجهات الأمنية والعسكرية القيام بواجبها الوطني الذي عهدناه منهم بتطبيق الحظر وفق النقاط الواردة في بيان اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا المستجد الصادر بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري. كما ننوه في الختام عن مؤتمر صحفي مرتقب لأعضاء الحكومة الليبية باللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد. حفظ الله ليبيا.